أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من بعض العلماء من يقول يمكن أن يكون للمرأة في قبرها امرأة وتقول أنا عملك الصالح بدلا من الرجل، لأن المرأة تأنس مع المرأة، فهل هذا التقرير صحيح؟ هذا كلام فاضي ما له معنى. وش اللي يدراه عن هذا؟ اللي يدراه عن هذا وش يقول على الله بما لا يعلم وعلى الغيب؟ هذا لا أحد يقول في الغيب إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.